شايفين الماركر بقى كده. طيب اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو احنا لو شفنا عيانة عندها سكر في الحمل هيبقى الاحتمالات ان هي بتبقى يعني بريجستيشن دايابيتس، هي دايابيتك من قبل كده وممكن ما تكونش عارفه، يعني دايجنوزد ان ذا فيرست تريمستر، او ان هي واحده دايابيتك اوريدي عندها بري اكزيستنج دايابيتس سواء تايب 1 او تايب 2 بقت بريجننت، او البيشنتس اللي هما بيجي لهم بقى جستيشنال دايابيتس ميليتس وده بيبقى فيرست دايجنوز في السكند او ثيرد تريمستر. يبقى احنا لما نلاقي دايابيتس في الفيرست تريمستر في واحده مش عارفه، لا دي يبقى عندها بري اكزيست، ما كانش عندها هيستوري اوف دايابيتس، دي عندها بري اكزيستنج دايابيتس بس ما كانتش عارفه. الانسولين فيسيولوجي في البريجننسي في الايرلي بريجننسي بيبقى فيه انهانسد انسولين سنسيتيفيتي، وبالتالي بيبقى الدايابيتكس بيبقوا لايبل ان يحصل لهم هايبوجلايسيميا، و تايب 1 اللي بياخدوا انسولين بيحتاجوا جرعات اقل في الفيرست تريمستر. في السكند وفي الثيرد تريمستر الانسولين ريزيستنس بتزيد، الانسولين ريزيستنس نتيجه الانتي انسولين هرمونز اللي بتطلع من البلاسينتا، وده بيزود الانسولين البنكرياتيك انسولين برودكشن تو كيب البلاد شوجر ويز النورمال. لكن في البيشنتس اللي عندهم بوردر لاين بانكرياتيك فانكشن زي كانوت اوفر كام الانسولين ريزيستنس، وبالتالي بيظهر الجستيشنال دايابيتس في السكند او ثيرد تريمستر. مانجمنت اوف دايابيتس هو مش مفروض ان هيبدا في البريجننسي بس، مفروض ان يبدا بدري قوي من قبل البريجننسي. في اي واحده في التشايلد بيرنج بيريود مفروض ان تبدا تعمل الكير بتاعتها من فيري ايرلي، من قبل ما تتجوز كمان. بالنسبه للبري كونسبشنال كير لقوا ان elevated A1C is associated with increased risk of adverse pregnancy outcomes زي الابورشن والستيل بيرث وكونجنتال انوماليز زي الانكفالي ومايكروكفالي وكونجنتال هارت ديزيز، ده في الفيرست تريمستر. والهايبرجلايسيميا بقى اللي بتيجي في الاخر بيبقى معاها ماكروسوميا، وبالتالي طبعا شولدر ديستوكيا المشاكل بتاعت الولاده بقى. البري كونسبشنال كونسلنج all women with diabetes in childbearing period should know the risk of unplanned pregnancy. يبقى لازم البريجنسي بلاند، لازم الفيميل اللي هتتجوز او she starts to get pregnant لازم يبقى في بلاند بريجنسي، ما ينفعش البريجنسي كده يبقى unplanned. كمان لازم تعرف the importance of glycemic control الـ A1C بتاعها يبقى تحت 6.5% ده to improve maternal and fetal outcomes of pregnancy. ايه الكومبوننتس المهمه في البري كونسبشنال كير؟ اول حاجه اللي بنعمل لابوراتوري انفستيجيشنز، بنعمل تشيك على الاي 1 سي والتي اس اتش والكرياتينين والالبوم كرياتينين ريشيو، كمان بيتعمل دايليتد اي اكزامينشن علشان لو في ريتينوباثي شود بي تريتد من قبل بريجننسي، لان مع البريجننسي ممكن يحصل اكسلريشن للريتينوباثي. بالنسبه للميديكيشنز تراتوجينيك دراجز زي الاس انهيبيتورز او الاربس او الاستاتين لازم تبقى ستوبت من قبل البريجنسي بفتره كافيه، ويبقوا ممكن ريبليسد بقى سواء بدايت كنترول او بسيف دراجز ديورنج بريجنسي. والعيانين دول بيبداوا كمان فوليك اسيد، سموكينج سيسيشن لو كانت بتدخن، وفي الفاكسينيشن، الفاكسينيشن للروبيلا والفاريسيلا والانفلونزا وهيباتيتس بي. كمان starting measures to reduce risk related to pregnancy to the mother and the fetus. بنحط الجلايسيميك جولز معاها وتبقى فاهماها ايه هي الجلايسيميك جولز اللي محتاجين نوصل لها، وتبدا اللايف ستايل مانجمنت والميديكال نيوتريشنال ثيرابي. طب screening بنعمله ازاي في البريجنسي؟ screening بالنسبه لو عندنا في سكرينج ممكن في الفيرست بري نيتال فيزيت، اول لما البيشنت تيجي وتبقى بريجننت وتقول انها بريجننت بيشنت، لو هي عندها ريسك فاكتورز اوف دايابيتس زي سنها فوق سن 25، عندها فاميلي هيستوري اوف دايابيتس، عندها بي سي او اوبيز، عندها هيستوري اوف ماكروسوميا قبل كده او جستيشن دايابيتس ميليتس قبل كده او هايبر تنشن، بتاخد كورتيكوستيرويدز، عندها جالها بري اكلامسي قبل كده، كل ده كل دي ريسك فاكتورز، وهي العينه دي شود بي سكريند من اول بريجنسي، مش هنستنى لاخر البريجنسي. السكريننج بيتعمل بال 75 جرام اورال جلوكوز تولرنس تيست، والدايجنوستيك كرايتيريا هي بتاعت الاي دي اي.
طيب في سكرينينج تاني بيتعمل بقى في اذر وومن، ولو شفناها هنلاقي ان تقريبا ان كل الفيميلز هتلاقيهم في الكاتيجوري الاولانيه، يعني قليل قوي بتلاقي تحت سن 25 سنه دلوقتي حد بقى بيتجوز يعني، فيمكن دي الحاجه الوحيده، لكن الباقي كله حاجات ممكن خاصه، لكن بالنسبه للايج الوحيده اللي ممكن تبقى اكسكلوجن. سكرينينج بيبقى للاذر فيميلز او لكل الفيميلز بيتعمل عن سن عند 24 اسبوع 28 اسبوع، وده بطريقتين. الطريقه اللي هي وان ستيب استراتيجي، وهنا العين بيبقى او العين بتيجي فاستنج، بتاخد 75 جرام جلوكوز وديسولفد ان ووتر، وبيتشاف الفاستنج قبل ما تاخد الجلوكوز، وبعدين بعد ساعه بنشوف البلاد شوجر، وبعد ساعتين بنشوف البلاد شوجر. فهنا بيتشخص الجستيشنال دايابيتس ده او انها دايابيتك لو الفاستنج 92 اور مور، والوان اور 180 اور مور، والتو اور 153 اور مور، واي حاجه فيهم تقول ان دي عندها دايابيتس. في تو ستيب استراتيجي، ان هنا انا مش تيجي صايمه ولا حاجه، بتيجي في اي وقت كده، والعينه بتاخد 50 جرام جلوكوز، يعني ما لهوش علاقه بالاكل خالص، وبنقيس البلاد جلوكوز بعد ساعه من الجلوكوز اللي خدته، ولو طلع 140 او اكتر بنمشي في ستيب 2، بنعمل ستيب 2. ستيب 2 دي بتبقى 3 اور اورال جلوكوز تولرنس تيست، هنا بس ب 100 جرام تيجي صايمه برضو وياخد الفاستنج منها، وبعدين يديها ال 100 جرام وياخد 3 سامبلز 1 اور 2 اور 3 اور، ولو لقوا الفاستنج 95 اور مور، وال 1 اور 180 اور مور، وال 2 اور 155 اور مور، وال 3 اور اكتر من 140، اي اثنين من دولت يبقى دوت العينه دي عندها دايابيتس. التارجتس ايه هي اللي في البريجننسي بالنسبه للتارجتس والمونيتورنج؟ المونيتورنج بيشمل السيلف مونيتورنج اوف بلاد جلوكوز، اللي هو الكابيلري بلاد اللي العينه بتعمله بالجلوكوميتر بتاعها، والاي 1 سي والكونتينوس جلوكوز مونيتورنج بيتعمل برضو. بس بالنسبه للسيلف مونيتورنج اوف بلاد جلوكوز، ايمنج هنا ان الفاستنج يبقى تحت الفاستنج او البري برانديال تحت 95، وال1 اور بوست برانديال اقل 140، وال2 اور تحت 120، ايهما تعمله يعني؟ ممكن ال1 اور او ال2 اور، بس هي ده الرينج. بالنسبه للاي 1 سي، الاي 1 سي مشكلته حاجه، الاي 1 سي ليفل از سلايت لوور ان بريجننت وومن ذان نون بريجننت ديو تو انكريز ريد سيل تيرن اوفر، وبالتالي هنا الاي سي تارجت بيبقى اقل من نون بريجننت، فهنا بنطلب ان هي الاي 1 سي بتاعها يبقى تحت 6% اف كان بي اتشيفد ويزاوت هايبوجلايسيميا، اذروايز لو العينه بيجي لها هايبوجلايسيميا ممكن تبقى ريلاكس حتى لغايه 7. النقطه عشان برضو ان في انكريز ريد سيل تيرن اوفر، هنا الاي 1 سي مش هيتقاس كل 3 شهور، هيتقاس كل شهر. A1C لو كنترول دو اقل من 6% in early pregnancy is associated with lower adverse fetal outcomes، وفي السكند والثيرد تريمستر مع lower risk of macrosomia و preterm delivery و preeclampsia. لكن A1C should not يعني should be used as a secondary measure of glycemic control in pregnancy after self monitoring blood glucose، يعني ما ينفعش ان انا افولو العيانه او مونتر العين بال اي 1 سي لوحده، لا اساسي هنا السيلف مونيتورنج. في كونتينوس جلوكوز مونيتورنج تيست، امبارح الاستاذ الدكتور عمرو عبد الوهاب بيتكلم عليه، وهو برضو هو كومبلمنتري، ما تقدرش ان احنا نعتمد عليه لوحده في الـ في الـ في الـ في الفولو اب بتاع العيانين. وهنا العين بنحتاج العيانه تبقى في 70 في اكثر من 70% الوقت في تايم ان رينج، بتبقى السكر بتاع من تايم رينج بيبقى من 63 لغايه 140، ده اللي هي 70 في اكثر من 70% من القرايات، وبيبقى اقل من 5% تحت 63، واقل من 25% فوق ال 140. برضه هنا هنقول ان الكونتينوس جلوكوز مونيتورنج may be used as an adjunct، لكن مش بدل ابدا الجلوكوز السيلف جلوكوز مونيتورنج، وده يعني الحقيقه مفيد جدا، او بيبقى يعني ريكومندد بالاي دي اي يتعمل في العيانين اللي هم تايب 1 during pregnancy. بالنسبه للمانجمنت اوف دايابيتس او هايبرجلايسيميا during pregnancy،
بيبقى في لايف ستايل تشينج از اسينشال كومبوننت اوف ذا مانجمنت اوف جيستيشنال دايابيتس. About 80% of patients with gestational diabetes can control السكر with lifestyle modification alone. يبقى بندي فرصة أسبوعين ونعمل medical nutritional therapy وphysical وانكريز وبنزود physical activity وweight management. ده depending على pre-gestational weight. الفود بيبقى حوالي من 40-50% كربوهيدرات والبروتين 20% والفات الساتوريتد يعني مينلي او برايمري ان ساتوريتد من 30-40% من الكالوريز. وممكن يستعملوا نون كالوريك سويتنرز وبيفضلوا في الاكل الفودز اللي ليها لو كالوريك اندكس. والاكسرسايز طبعا لو كانت حالتها تسمح اندر ولازم تبقى سوبرفايزد مش تعمل اكسرسايز لوحدها كده. الفارماكولوجيكال ثيرابي انسولين از ا بريفيرد ميديكيشن ان جيستيشنال. انا هتكلم الاول على جيستيشنال دايابيتس. الانسولين از ذا بريفيرد ميديكيشن ان جيستيشنال دايابيتس از ات داز نوت كروس ذا بلاسينتا تو ا ميجرابل اكستنت. از ستارتد اف ذا ماذر از نوت ريسبوندينج للدايت كنترول او ما وصلتش الجولز المطلوبه بعد اسبوعين من الميديكال نيوتريشنال ثيرابي والفيزيك انكريز فيزيكال اكتيفيتي. او لو العيان عندها سيمتوماتيك هايبر جلايسيميا دي طبعا لازم نبدا على طول الانسولين مش هنستنى عليها اسبوعين. بالنسبه للاورال الميتفورمين جليبيورايد شود نوت بي ريكومندد اس فيرست لاين في جيستيشنال دايابيتس بيكروس البلاسينتا وداتا اون سيفتي فور ذا اوف سبرينج ار انسفيشنت. جليبيورايد بيزود ريسك اوف ماكروسوميا ونيونيتال هايبوجلايسيميا والميتفورمين معاه سلايت انكريز ان ذا ريسك اوف بريماتيوريتي. كمان بيبقى في ليميتد افيكاسي. ده في تو راندومايزد ستاديز ميتفورمين والجليبيورايد لو فيلد تو بروفايد اديكويت جلايسيميك كنترول في 25% اوف ويمن ويز جيستيشنال دايابيتس. مانجمنت اوف بري اكزيستنج تايب 1 اور تايب 2 دايابيتس ان بريجننسي. برضو انسولين هنا از ا بريفيرد ايجنت فور ذا مانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس. وطبعا في تايب 1 هو ده الاونلي ميثود وهيبقى يا اما في التايب 1 طبعا يا بيزل بولس يا بامب. الدوزز بتاعت الانسولين بتختلف في الحمل بتتزايد مع الترايمستر وبتبقى اكتر في الاوبيزيا. في الفيرست ترايمستر بيبقى 0.7 يونت بير كي جي، سكند 0.8، في الثيرد 0.9 تو 1 يونت بير كي جي علشان الانسولين ريزيستنس بتزيد مع البريجنسي نتيجه البلاسنتال هرمونز. في الاوبيس بيشنس ممكن يحتاجوا جرعات اكتر من كده لانه برضو عندهم ريزيستنس عاليه شويه فممكن يحتاجوا من 1.5 الى 2 يونت بير كي جي. الانسولين بتستعمل في البيزل انسولين ممكن الهيومن اللي هو ان بي اتش انسولين او الديتيمير دولت البيزل وبيبقى اقل من 50% من التوتال دوز. والبرانديال انسولين في ريجولر هيومن انسولين او ال رابيد اكتنج انالوج زي الليسبرو والاسبارت وبيبقى اكتر من 50% اوف ذا توتال دوز. في نقطه مهمه قوي لازم نبقى واخدين بالنا من العيانين دولت ان تايب تايب 1 ريلايبل ان يحصل لهم هايبوجلايسيميا ان ايرلي بريجننسي نتيجه انكريز انسولين سنسيتيفيتي. تاني حاجه ان هم كمان عندهم هايبوجلايسيميا ان اويرنس ممكن ديو تو اولترد كاونت ريجوليتوري ريسبونس ان بريجننسي ممكن يحصل فعشان كده نبقى واخدين بالنا ان هو ريلايبل قوي يجي لهم هايبوجلايسيميا. وبالتالي البيشنتس دولت يحتاجوا لازم education to detect early symptoms of hypoglycemia and management. type 1 لو العيانين دولت ما هماش well insulinized ممكن يدخلوا في diabetic ketoacidosis. مش كان هما بيخشوا في diabetic ketoacidosis ممكن يدخلوا على blood sugar اقل من الناس العاديه بتدخل عليه. يعني ممكن blood sugar ما يكونش markedly elevated زي الاذر non pregnant females. لازم يبقى عندها كيتون ستريبس عشان تعمل شكل الكيتون بوديز بتاعتها. بالنسبه للريتينوباثي احنا قلنا في بري كونسبشنال كونسلنج لازم نعمل بري كونسلنج بري جيستيشنال اكزامينيشن فور الفاندس اكزامينيشن ولو كان في حاجه تتعالج من الاول وبتحتاج برضو فولو اب ديورنج بريجننسي لان ممكن مع البريجننسي يحصل اكسلريشن للريتينوباثي. بالنسبه لتايب 2 دايابيتس طبعا هم اكثرهم اوبيز
وهنا ريكومندد ويت جين فيهم لو كانت اوفر ويت حوالي 9 كيلو، لو كانت اوبيز 7 كيلو. ولو لما بياخدوا انسولين بيحتاجوا دوزز كبيره عن تايب 1. في طبعا في بعض الفيميلز عندهم مشاكل اخرى كوموربيدز ثانيه غير الدايبيتس، عندهم هايبرتنشن، ديسليبيديميا، ففي مشاكل اخرى. بالنسبه للهايبرتنشن تارجت هنا بيبقى من 110 135 على 85. وبتبقى يعني المفروض بنستعمل افكتيف اند سيف دراجز زي الميثايل دوبا او سيف دراجز كمان زي الميثايل دوبا، نيفيديبين، لابيتالول، دلتيازيم، دلتيازيم وكلونودين وبرازوسين. ايس انهبيتورز وارز ار كونترا انديكيتد بيكوز زي مي كوز فيتال رينال ديسبليزيا واوليجوهيدرامنيوس وانتراتراين فيتال انتراتراين جروس ريتارديشن. اتينول از نوت ريكومندد، ممكن بيعمل لايف بيعمل جروس ريستريكشن، انتراتراين جروس ريستريكشن، ودايوريتكس بتاثر على البلاسنتال برفيوجن فمش مستحبين في البريجنسي. الاسبرين وومن ويز تايب 1 اور 2 لو ما عندهم بري اكزيستنج دايابيتس شود بي بريسكرايبد لو دوز اسبرين من 60 ل 150 في اليوم، دوز حوالي 81 فروم ذا اند اوف ذا فيرست تريمستر لغايه ميعاد الولاده، وده علشان يقلل ريسك اوف بري اكلامسيا. statins لا طبعا مش هياخدوها في البريجننسي خالص، تبقى كونترا انديكيت وهنكتفي بالدايت كنترول. بالنسبه للولاده بقى، بالنسبه للجيستيشن دايابيتس مفيش لو مفيش كومبليكيشنز بتولد عند في ميعادها في 40 اسبوع، لكن لو في كومبليكيشنز ممكن قبل كده. بالنسبه للتايب 1 و2 عند 37 38 اسبوع، لو في كومبليكيشنز عند الاسبوع السبعه بيفور 37 اسبوع. المود اوف ديليفري الدايابيتس از نوت ا كونترا انديكيشن تو اتمبتنج فاجينال ديليفري. المفروض البيشنت دايابيتك بتعمل كونسلتيشن للانستيزيا كونسلتنت قبل ميعاد الولاده بتاعتها، عشان لو في كوموربيديتيز بقى مانج بقى معروف يعني طريقه الانستيزيا ايه، محتاجه ايه بالظبط، خصوصا بريفرنيروبسي. مانجمنت او بلاد جلوكوز دورنج ليبر، المفروض ان السكر يبقى مينتيند من 70 ل 125. البيشنتس دول ممكن يحصل لهم هايبوجلايسيميا مع الديبليشن اوف ذا جلايكوجين من الليفر، وبيحتاجوا موتورنج للبلاد شوجر من كل ساعتين لاربع ساعات، وبعدين بعد كده في الاكتيف فيز من ساعه لساعتين. وفي جيستيشنال دايابيتس بيحتاجوا كل اربع الى ست ساعات بس. السيزيريان لو العينه تعمل سيزيريان سكشن مفضل الكتريك سيزيريان سكشن مفضل تعملها الصبح، وهنا بتاخد الانترميديت دوز اوف انسولين ات نايت وما بتاخدش الصبح حاجه، وبتروح في اول الليستة تولد. لو السيرجري هتعمل اخر النهار بتاخد تلت الانترميديت انسولين الصبح، وتاخد ممكن جلوكوز انفيوجن وانسولين على حسب البلاد شوجر، ممكن جلوكوز انسولين انفيوجن لغايه ميعاد الولاده. بالنسبه للسبونتينيوس ليبر بيخدم انسولين انفيوجن جلوكوز انسولين انفيوجن حوالي نص ل 1 يونت بير اور. بالنسبه بعد الولاده لاكتيشن كل الومن ويز دايابيتس شود بي انكارج تو بريست فيد، ده بيقلل الوزن بتاعها وبيقلل ريسك ان يجي لها تايب 2 دايابيتس بعد كده في الناس اللي جالهم جيستيشن دايابيتس. في البيبي كمان مفيد جدا للرضاعه، الرضاعه زي ما حضراتكم عارفين البريست فيدنج ده بيقلل الريسك اوف تايب 1، وكمان بيستابلايز بلاد جلوكوز بتاع البيبي لما بيتولد او نيو انفنت لما بيتولد، وبروفايد ايميولوجيكال بينفيتس فور ذا نيو بورن. مونيتورنج اوف ذا نيونيت فور هايبوجلايسيميا مهم قوي، كل ساعتين لاربع ساعات، وايرلي ايرلي بريست فيدنج مهم جدا علشان ما يحصلهمش هايبوجلايسيميا. بالنسبه بعد الولاده السكر بينزل قوي، فممكن عشان كده العيانين دولت يحتاجوا ان ننزل لو كانوا بياخدوا بتوع جستيشن عاده ممكن ما يحتاجوش حاجه خالص. التايب 1 تايب 2 بيحتاجوا حوالي نقص جرعه التريتمنت بتاعهم حوالي 35%. البيشنتس دول عاده بيحتاجوا بيوصلوا للبري جستيشنال دوز بتاعتهم بعد حوالي اسبوع لاسبوعين. بالنسبه للناس اللي جالها جستيشن الستات جالها جستيشنال دايابيتس بتعمل فولو اب بعد ممكن 15% منهم يفضل السكر عندهم، وفي مجموعه ثانيه ديسابير اند ريكير ليتر اون ذا ريسك ديسابير اند ريكيرز ليتر اون
ده في حوالي 50-70% بعد حوالي 15-25 سنة. وبالتالي هم الفيميلز اللي جالهم جيستيشن دايابيتس لازم يبقوا سكريند عند 4-12 أسبوع بس بالأورال جلوكوز تولرانس تيست مش بالاي 1 سي، يبقى عند 4-12 أسبوع. وإيف نورمال سكريننج بيبقى كل سنة إلى 3 سنين بال 75 جرام جلوكوز تولرانس تيست وبالاي 1 سي. لو العينة في الرينج بتاع البري دايابيتس دي مفروض بتتعمل انيوال، مفروض بتاخد ميتفورمين ولايف ستايل موديفيكيشن، وده بيقلل الريسك بتاع الديفلوب تايب 2 دايابيتس. الكونتراسيبشن زي النون دايابيتك وومن. ثانك يو فيري ماتش. شكرا جزيلا دكتور عمرو فور يور فيري اليجنت اند كومبريهنسيف برزنتيشن. والحقيقة احنا فعلا زي ما حضرتك اشرت في الاطفال بنشوف البروبلمز على الانفنت اوف دايابيتك مادر، وكمان بليز ليت مي اد تاكيدا لكلام حضرتك، ات ادز تو ذا ريسك اوف تايب 2 دايابيتس.